ماله بقى ماشي دحين. انا قد تكلمت من قبل صح ولا لا؟ يا الله خير. يعني كذا بتجلسوا الان؟ نعم بتشيل. خلاص انا بقيس عيد الكلام كثير. نعم بتشيل بيض. نعم انا قد كلمتكم. يا الله لا حول ولا قوه. نعم بتشيل. لا مش خلاص انا قد ما باعدش الكلام مره ثانيه فهموا خبر. مشتيش يا ابني الله يفتح عليك. خلاص مشتيش يا عم. لو تسمح يا عم اشتري بيض الحين. يا عم اشتري بيض الان. اسمعوا الكلام انا ما باعدش خبر. خلاص جننوا بيش. يا عم اشتري بيض يا اخي. مشتيش الله يفتح يا اخي. بطل ما عملوا تسمع. أنا كلامي كان ما واضح معاكم. ما بروحش المكان اللي كلمتوا معاكم. خلاص خلوا محمد يتصرف بالموضوع. ما عملوا تسمع. لا تجننوا بيش. ما عملوا تسمع اشتري بيض. أنت تفهم ابني ولا لا؟ ما عملوا تسمع. الله يفتح عليك يا أخي اخرج. رعفت صاحبنا. اوه ايش الذي خلاك تتفاعل في الموقف لهذه الدرجه؟ يا هلا بيع بيض قدامي. طيب بيبيع بيض. بيض كذا. احنا في بالله يرضيش. يرضيش هذا يرضيش بس عليش انا الان. يرضيش هذا امشيك تتكلم انت مشي. انا بسفتش اني حربه ما حصل لي هذا الموقف قدامي. انا السؤال هذا موجه لي وانا رجعت لك. الله يسأل المظلوم من عنده مش احنا. رساله توجهها للناس الذي بيعاملوا اصحاب ال انهم يبطلوا الا بلا قصيده. والله العظيم هذه أحلى ردة فعل علشان الناس تتعلم وإن شاء الله بإذن الله. إن شاء الله ما تصير ذي الحركات لأنه الناس طالبين. مع الذي يستاهلوا إلا إن شاء الله إن هي يقعبهم نفس ما وقعت. أخذ من هذا إن شاء الله. إن شاء الله. هذه غيرة على الأخ هو طالب الله يبيع بيض مسكين. ما يصح إن حد يمد يده عليه ويكسر عليه البيض قدام الناس. والله مشتيش خلاص. الله يحفظك تعطيه 100 ريال يروح من عندك. الناس في حاجة الريال. فين اشوفك قدك؟ ارتعش والله ارتعش انا. طبعا انت ممثل معنا ومثلت المشهد وطبقته بس جاية ردة فعل وعاد احنا ما قد تحركنا. ايش فعل الرجال؟ ايش حصل؟ انا ما شفت. طبعا المشهد مستفز بشكل كبير وتوقعت ردة الفعل تكون كذا واكبر. فاللي حصل يعني فجأة يعني توقعت عدم كملت. لا بعد النظارة بعد النظارة شوفوا هنا شوفوا هنا وهنا عدم كملت حتى الحوار على طول هجم يعني واخذ نص اخذ نصيبي بس عادي كله عشان نبين لكم انه زي كذا مواقف ما حد يتصرف بهذه الطريقة لانه شيء غلط وشوفوا ردة فعل الناس. ردة فعل الناس يعني اللي يفكر يعمل كذا يشوف كيف ايش بيحصل له يعني ويمكن اكثر بيحصل يمكن اكثر. ها يمكن اكثر. رسالة توجهها للناس الذي بيستهينوا بأصحاب الدخل اليومي. إيش أقول لهم؟ يعني حسوا في بهم لأنه بيوم من الأيام ممكن تصيروا مثلهم. يعني تكون دخلك محدود دخل يومي فتصير مثلهم محتاج. فمثل ما قال من قبل واحد
يصرفوا بالالاف للقات، يعني خرج 1000 ريال ولا 500 ريال يسعد بهذا الانسان، شلبه روتي بشلبه حاجه لاسرته لعائلته، توفر عليه تعب كثير.